في أي عام تم افتتاح سوق المزارعين؟ في أي عام افتتاح سوق المزارعين؟ أنت وين حالياً موجود؟ موجود الساكن في الحين؟ هذا المكان 2017؟ لا فرصة ثانية؟ فرصة ثانية يلا. بعد سنتين من 2010 تم افتتاح سوق المزارعين، يعني في أي سنة؟ 2012. أيوة، مبروك عليك الجائزة من مجموعة الحواج. بارك الله فيكم، شكرا، تحية للبحرين، بارك الله فيكم. السلام عليكم، بارك عليكم الشهر. عندنا سؤال وإن شاء الله تجاوبني صح لأن في جائزة. زين، حاب تعرف شنو السؤال؟ تفضل قولي. متى تم افتتاح سوق المزارعين؟ 2012. ما شاء الله عليك، مبروك عليك، فزت معنا بجائزة من مجموعة الحواء. مشكورين، ما قصرتون. هلا وسهلا. انا عندي دائما عندي اجابة حق الموضوع، دائما ليديز فيرست. الله كريم. احنا كلنا من ان شاء الله، بس خلينا نبتدي ويا الليدي. تستاهل ان شاء الله جايبينها صح، وان شاء الله الفوز ان شاء الله. بس حبلي كرسي ويا قاعد يمك. اهلا، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك. خير؟ صفاء، احنا اليوم متواجدين في سوق المزارعين. يا هلا ومرحبا. تعرفين في اي سنه تم افتتاح سوق المزارعين؟ والله احنا من اول زوار سوق المزارعين، بس يمكن من اربع سنوات، احنا 2023، 5 سنوات، 6 سنوات. ست سبع. ايه كم؟ لو 12 سنة من فتحنا هني. لو 2000 كم تتوقعين؟ 2010؟ لا، انت قريبة شوي، جربتي اقل فوق تحت فوق بعد 2000 تقريبا. قالها الإجابة صحيحة اللي قالها. 2000 كم؟ 2000 كم؟ انا ما قلت 2000، انا قلت 2010. 2012. ما شاء الله، مرة الزمان يعني، لا اله الا الله. مبروك عليك الجائزة، فزتي معنا بجائزة من مجموعة الحوايج. الله، مشكورين.